هنكمل مع بعض الديسيشن تري. في بس كام حاجة عايزاكم تاخد بالكم منها، ان هو هيديني رسمة معقدة شوية. يعني مثلا انا عندي ال 200,000 دي اللي هي لو السوق معايا، والماينس 180,000 لو السوق مش معايا، وال 0.5 دي اللي هي البروبابيلتي بتاعتي، وال 0.5 probability بتاعتي. فهو لو عايز يجيب الاي ام في ل 0.1 دي اللي هي هنا، بجيبها ازاي؟ ببدأ اضرب ال 200,000 في 0.5 تمام، بلس الماينس 180,000 بلس الماينس 180,000 في 0.50 تمام. هي دي كل الفكرة، عشان لو انا عايز اطلع كل الارقام من على رسمه. لو قال الاي ام في بتاع 0.2 نفس الموضوع، 100,000 في 0.50 وماينس 20,000 في 0.50، دي كده الاي ام في اهي، دي كده اهي الاي ام في بتاعه 0.2 او نوت 2، ودي الاي ام في بتاعه 0.1 تمام. هي فكره ان انا اعرف بس اطلع الارقام بتاعتي من على الرسمه وما اتلخبطش، حتى لو كانت معقده بالمنظر ده اقدر اطلع الارقام من عليها واستخدمها تمام. هي كل الفكره، هي دي كل الفكره. يعني هي هنا عامل 3 ديسيشن، يعني هو عامل ديسيشن واحد تمام، ومترتب عليه 3 ديسيشنز تانيين، وكل ديسيشن معمول ليه لارج بلانت سمول بلانت ودو نوتنج، وكل لارج بلانت معمول لها فيفر ماركت وان فيفر ماركت، و كل واحده كده يعني، وقصدي البروبابيلتيز بتاعتها. طيب كل الفكره في ايه؟ ان انا هنا مثلا هضرب ال 190,000 في 0.78، وهنا ماينس 190,000 في 0.22، وبلس ده كده اول رو، تاني رو نفس الموضوع، وتالت رو نفس الموضوع، وهيوضحها بعدها في بشكل يعني ارقام مش رسمه اهي تمام. واخد اول رو اهو، اهو اول رو تمام، وتاني رو وتالت رو تمام، اللي هو في الاخر خالص ان هو نو بلانت خالص. هي كل الفكره ان احنا نعرف نطلع الانفورميشن اللي احنا عايزينها من على الرسمه مهما كانت معقده او كبيره، نمشي معاها بالراحه ونمشي معاها واحده واحده ونقسمها علشان نعرف نطلع الارقام اللي احنا عاوزينها. بس ده كان شابتر 3. لو في اي سؤال تقدروا تسالوا البوت بتاع اونلاين او تسالوا في الكومنتس، ان شاء الله هرد عليكم. وشكرا.